حياة شباب، كيف حالكم؟ اليوم رح يكون عنا تحدي. هذا التحدي هو عبارة عن بوكس. هذا البوكس هو عبارة عن اختراق سيرفر. هذا السيرفر هو دوم كات. سيرفر دوم كات هو يعني يعتبر، خلونا أول شيء نشوف الوصف الخاص بالبوكس، بعدين هيك يعني ممكن إنه يعني نعرف أكثر أو more details عن هذا البوكس. فعندي انا هون الفولنا رولي. البوكس هو هذا البوكس اللي هو اسمه تيلس او ثيلس 1. هلا هذا البوكس اعطيكم بالديسكريبشن: open your eyes and change your perspective. يعني انه فتح عيونك وكون يعني مهل ما انا منتبه او هيك شيء. الانكلود هون عندي فلاجين. الفلاج الاول هو الملف، لازم نوصل للملف يوزر دوت تكست وروت دوت تكست. هون فيك تتواصل مع يعني على التليجرام مع المطور هذا البوكس. وعندي هون النتورك الدي اس بي سيرفيس انيبل، وعندي الاوبريشن سيستم لينكس وفيرتشوال ماشين هون او في اي. هذا هو كامل البوكس. عندي هون ممكن انك تطلع على معلومات، يعني هون معلومات تحميل. هون عندي ديسكريبشن، عندي this is a little hint. ما في اي شيء يعني غير هيك. هلا هون نحن بنقوم بتحميل البوكس. بتضغط على التحميل فبيطلع عندك سيف، بتعمل اوكي. بتضغط على ال HTTP كمان داونلود، بتعمل سيف، فبيبدا عندك التحميل. بعد ما تقوم بالتحميل بتحتاج انك تقوم بفك البوكس. اول شيء روح على الدوكيومنت، عندي انا هون مخزنه بالـ CTF boxes. بنعمل هون اكستراكت وبننطر يعني ليعمل اكستراكت. بعدين انا هون عندي راح اعمل له امبورت. فهلا هون بالدوكيومنت برجع انا على البوكس. هسه ما انتهى عمليه الاكستراكت، فعندي هون مثل ما ملاحظين لبيان البوكس. فهلا اذا انا هون رحت على الامبورت وعملت له امبورت للبوكس، بحدد البوكس، بعدين بعمل له اوبن، بعدين هون بعمل نيكست. فهلا هيك البوكس جاهز. بعمل له هون امبورت، فبيبدا يعني يعمل امبورت. هلا اي شيء بالنسبة ل يعني اختراق اي بوكس او اي سيرفر او اي موقع، دائما نحن يعني بنمشي على خطوات. هلا اول شيء في معلومة بدي احكي عنها. المعلومة هي كالتالي. هلا اول ما يعني من تقريبا 8 سنوات لما بلشت يعني ابدا بحل تحديات سايبر سيكيورتي وانفورميشن سيكيورتي، بحس انه طور قدره او طور قدرتي على الهاكينج والسايبر سيكيورتي بشكل عام، وكيف نقوم ب يعني حمايه السيرفرات او كيف ممكن انه ندخل لهي السيرفرات. فلما كنت تابع فيديوهات خاصه بالسايبر سيكيورتي يعني كنت شوف الاجانب يعني اكثر يعني كانت تنزل، بحكم انه يعني بالعالم العربي كله ما في عدة أشخاص، يعني ممكن أقل من 5 أشخاص اللي هن عاملين بمجال السايبر سيكوريتي أو الانفورميشن سيكوريتي وبحلوا CTF boxes بشكل يعني خاص. هذا الشيء يعتبر سيء يعني بسبب قلة الأشخاص الموجودة بهذا المجال. مفروض يعني يكون في أكثر من هيك. هذا الموضوع يعني بيدفعك أنك تتعلم بالأجنبي أو بالإنجليزي، يعني لأنه ما في أي مصادر يعني أنك تبحث عنها غير أجنبي يعني. لهيك بالعربي صعب يعني انك تلاقي نتائج انه يعني نتائج نظيفة بخصوص هذا المجال. فلما نحن يعني لما انا يعني كنت تابع فيديوهات CTF او هاكس بوكس او يعني اي شيء من هذا النوع يعني، فكنت اعتبر انه انا ماني فهمان اي شيء يعني، ولا مستحيل يعني اني اقدر بيوم ما اني اوصل لبوكس معين او يعني اقدر استغل بوكس معين او موقع او اي شيء يعني. كنت حس الموضوع كتير معقد، كتير في ادوات شغالة بالوسط كتير. هذا الشيء بيبدأ يعني يزول معك لما تكون عن جد يعني اخذ يعني حابب بكل جدية تدخل لمجال السايبر سيكوريتي وتتعلم يعني تضيف ملاحظاتك على الفيديو. لما تشغل فيديو CTF تحلل الفيديو، تقدر تطالع الأدوات اللي تم استخدامها، تتدرب على هاي الأدوات كيف تم استخدامها، بعدين تبدأ تحاول تحل التحدي بنفسك يعني، بعدين تبحث عن حلول لما توقع. وهيك يعني مع الوقت
والتكرار والوقوع بالأخطاء بتصير يعني تتعلم شوي شوي. فالمعلومة اللي بدي أضيف لك إياها أنا يعني للمعلومات الخاصة فيك، هو إنه نحن عادة لما نقوم بفحص أي بوكس، يعني أول شيء بنقوم بجمع المعلومات عن هذا البوكس، بنقوم بجمع المعلومات، بعدين بنقوم بفحص المنافذ، بعدين بنقوم يعني بفحص نتيجة هاي البحث، بعدين بناء عليه بنشوف نحن كيف ممكن إنه ندخل لهذا البوكس. فنحن هون بهذا البوكس هلا هون نحن عمله يعني تم عمل له انبوت. فاللي راح اعمله انا هون بس بروح على السيتنج بتاكد انه اخذ بريدج ادابتر بحيث انه فيلان اخذ اي بي. بعدين هون انا بعد ما يعني اخذ اي بي هلا هيك جاهز البوكس، بعمل له ران وهون بضفي يعني الفيرتشوال بوكس. هلا هون البوكس بيبدأ يعني يشتغل، انا هون بحتاج بس اغلق هذا الملف وافتح التيرمينال وعندي هون البوكس. فعادة يعني بنبدأ نفحص هذا البوكس، نجمع معلومات عن البوكس، بعدين بنفحص البورتات الشغالة على هذا البوكس، بعدين في حال يعني قدرنا نعرف البورتات بنقوم بالدخول باستخدام المتصفح على هذا البوكس يعني عن طريق البورتات المفتوحة، ومنحاول نعمل اتصال يعني مع الماشين. والمعوقات او يعني الحواجز اللي ممكن تطلع لنا اثناء عمل اتصال نحن بين يعني التارجت ماشين والفيكتم ماشين، هون يعني بيبدأ نحن نصير نتلاعب بال يعني الحلول الأمنية بحيث أنه نقدر نحقق عنصر الوصول الغير مصرح فيه لهذا البوكس. فهلا هون مثل ما ملاحظين عندي هون البوكس بده لوجين، يعني إذا عملت له هون أدمين مثلا، وهون ضفت الباسورد كمان أدمين، ما في أي شيء يعني. فلهيك نحن بنحتاج أنه ندخل على البوكس. فأول شيء بنستخدم النت ديسكفر، هو ممكن نعمل داش اي، بعدين فيلان، بعدين هون نضيف كلمة سر روت، وهون ندخل على كلمة السر. بس هلا أول شيء بس بحتاج أتأكد أن اللغة اللي عم مكتوب فيها تمام انجلش. فأنا هون بس بضيف كلمة السر الخاصة بالروت، ومفروض يعني يبدأ يعمل لي بحث. كأنه في مشكلة معه، رح جرب آخر مرة. هلا هيك تمام بلش يشتغل. هلا هون إذا ملاحظين يعني عندي بعد ما قمت بمسح يعني هلا حاليا عم نستخدم النت ديسكفر بحيث إنه نمسح نحن على التارجت ونطالع تارجت اي بي يعني. فهلا هون أنا طلع عندي الاي بي واللي هو أخذ بي سي اس واللي هو هذا التارجت 192 168 0 19. هلا هون بالخطوة الثانية بننتقل يعني بعد ما نحن عرفنا التارجت بنعمل له يعني للتارجت سكان. هذا السكان راح يشمل يعني عندي هون بكون عندي شغال انا هون هذا الاي بي، وبدخل انا على هذا يعني بدخل بعمل بورت سكان، وعندي هون انا ما استخدمت الداش او فما راح يتم حفظ نتيجة البحث، لهيك بحتاج اني اخذ نتيجة البحث. هلا هون راح وقفها وبس يعني اضيف داش او، بعدين هون بحدد له انه انا بدي اخزن نتيجة البحث بالهوم اكس دوكيومنتس، بعدين سي تي اف بوكسز، بعدين بدي اخزنها هون بوكس دوت تي اكس تي. فهلا بتبدا يعني تخزن نتيجة البحث. فهلا هون نحن طلع عندي انا هون مبدئيا الاي بي، فباخذ الاي بي وبروح يعني على الفايرفوكس مبدئيا يعني بروح على الفايرفوكس ومنضيف الاي بي هون ومنجرب نبعث الطلب. بنلاحظ هون عندي اون ابل تو كونكت، ما في اي اتصال. فهلا انا هون بنزل عندي هون يعني عم يتم فحص او عمل سكان، عندي هون البورت 22 شغال على التي سي بي. فهون نحن بس يعني بنضيف يعني انا هون بس بكتب بمسح هاي ال HTTP
وهون بضيف رقم البورد، بضغط انتر، بنلاحظ this address is restricted. عندي هون uses not work with which normal uses to purposes، يعني هون عاطيك انه انت ما فيك تدخل او تبعت طلب على هذا البوكس. طيب هلا هون نحنا شغال البوكس، عندي هون شوفي عندي هون على 80 80، في عندي يعني بورد مفتوح فببعث له طلب، انا بنلاحظ فتح عندي شيء. اللي فتحه هو انه الاباتشي توم كات، مثل ما ملاحظين عندي هون يعني توم كات. اذا رحنا على المانجر اب بنلاحظ عندي هون طلع لي يعني طلع لي صفحة تسجيل دخول. اذا كتبت انا هون توم كات ما في اي شيء يعني من دون كلمة سر، فاذا كتبت انا هون توم كات بعدين اخذت التوم كات وضفت التوم كات وعملت ساين اب ما في اي شيء. جرب انا هون ادمين، جرب هون ادمين ما في اي شيء. بعدين هون اذا عملت كانسل بنلاحظ عندي هون ظهرت كمان هي الصفحة، هي الصفحة هي عندي الرول نيم المانجر جي او اي، واللي هي يعني صفحة تسجيل دخول قمنا يعني بالتسجيل عليها. وعندي هون اليوزر، يوزر نيم عندي توم كات، عاطيني انه هون اسم المستخدم هو توم كات والباسورد هو S3CREET والرولز مانجر جي او اي. طيب هلا انا هون راح اخذ هذا الطلب مثل ما هو يعني وابعته، بس هالمره يعني ببعته بس على المانجر، يعني بمسح ال HTML وببعت الطلب. بنلاحظ هون ظهرت عندي تسجيل دخول بحكم انه عطاني هون فورا يعني اليوزر نيم، فانا هون بس باخذ اليوزر نيم بكتب انا هون توم كات، بجرب هون هاي الباسورد بنشوف يعني اذا راح يتم تسجيل دخول، نحاول ما تم اي تسجيل دخول. طيب فبحكم انه عندي هدول يعني تعتبر معلومات مهمة، فانا بس راح اخد هاي مثل ما هي اعملها كوبي، وعندي هون بروح على documents df boxes، بعدين عندي هون no box dot text. اول شي بغير له صلاحياته بكتب هون sudo، بعدين هون اشمود، وبعدين بحدد البوكس. بعدين انا هون برجع بدخل على البوكس وبخزن نتيجة البحث، يعني هاي المعلومات الجديدة اللي طلعت لي بخزنها، واللي هي من ضمنها يعني اليوزر نيم والباسورد. هلا انا ما بعرف بالضبط لشو هدول اليوزر نيم والباسورد، بحكم انه نحن جربنا يعني. هلا هو المفروض انه انا لما اقوم بانشاء يعني كتابة هون بس رح اخذ هاي الباسورد اعمل لها كوبي، وهون اكتب توم كات بعدين ضيف الباسورد هون وعمل ساين ان، المفروض يسجل يعني هيك المفروض، بس هون ما سجل يعني. فبعتقد انه هدول كلمات سر لشيء ثاني. فهلا هون انا برجع لنتيجة البحث، نحنا بعتنا اذا ملاحظين يعني للبورد بعتنا عندي للبورد 22 وبعتنا ل 80 80. طيب هلا هون بننزل في عندي كمان البورد 22 بنجرب نشوف شو وضعه، نبعت هون عندي على 22 بضغط انتر بنلاحظ اعطاني ادريس ريستركتد ما فينا ندخل. هون اعطيني اوبن تو لينكس بروتوكول 2.0. عندي هون 80 ما راح يغير اي شيء نفس البورد، فانا هون بس برجع على 80 وبفحص اكثر يعني الصفحة اللي طلعت لي واللي هي صفحة تسجيل الدخول، ببعت له طلب هون. عندي هون اذا بعت يعني طلب بنلاحظ عندي هون يعني دوكيومنت خاصة بالاباتشي، وهون عندي اذا ضغط سيرفر ستاتوس بدي الباسورد واليوزر نيم، اذا ضغط مانج اب كمان نفس الحال، اذا رجعت على المانج هوست عندي هون كمان نفس الحال، المعلومات يعني نفسها اللي طلعت لي. هون ما بعتقد في اي شيء مهم يعني، بس بنبحث نحنا هون هاي كلها روابط يعني security notebook tomcat database، ادخل لهون بنلاحظ يعني معلومات عامة ما فيها اي شيء، بس يعني يفضل تبحث اكتر يعني بعمق اكتر بداخل هاي الروابط. انا اذا بدي ادخل على كل هاي الروابط يعني رح يصير مدة الفيديو 4 ساعات، هذا الشيء ما بدي اياه انا يعني، بحيث انه ناخذ المفيد نحن من اختراق هذا البوكس.
فعندي هون أنا مبدئيا يعني موجودين عنا هون، لما أبعت طلب مثل ما ملاحظين 192 168 بحتاج إني سجل دخول حتى أقدر أدخل على هاد السيرفر. فهلا أنا هون شو عندي خيارات ممكن أعمل؟ هاي بعتنا طلبات على كل البورتات وما في أي نتيجة. عملنا هون بحث، عملنا هون بورت سكان، فنتج عنا بس يعني هاي المعلومات اللي موجودة قدامكم حاليا. فهلا هون أنا عندي يعني بعد خطة ال يعني بعد ما قمنا بأول شيء أخذنا الآي بي، بعدين قمنا بعمل له بورت سكان، بعدين أخذنا نتائج تحليل بالبورت سكان، قمنا بالفحص طلع عنا هاي المعلومات. هلا بننتقل للخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة دائما بتكون هي مهاجمة السيرفر. كيف يعني مهاجمة السيرفر؟ يعني بكل بساطة أن نقوم بمهاجمة السيرفر، واللي هو آخذ يعني اللي آخذ الاي بي التارجت الخاص فينا. بعدين عندي أنا هون راح امحي هاي مبدئيا، وهون عندي 192.168.16 هذا هو يعني التارجت. فهلا هون نحن بنشغل الجو بوستر، فمنلاحظ عندي هون ظهر كونكشن ريفيوزد او تم رفض هاي تم رفض يعني الطلب. ليش تم رفض الطلب عندي؟ بس بتأكد انا جو بوستر دير عندي هون في ويلد كارد سويتش، هاي ما بحتاجها بس بمسحها يعني مبدئيا. وعندي هون ديلاي 1 سكند بس هاي كمان بمسحها ما بحتاجها. وعندي عطاني الكونكشن ريفيوز لانه بكل بساطة يعني لما يحاول انا لما ما حدد له البورت اللي بده يتصل عليه فراح يتصل على الديفولت 80، و80 ما انا شغالة. فانا عندي هون 80 80 رح حدد له انه هاجم هذا البورد. فمنلاحظ هلا يعني لا بدت الاداة تهاجم هذا البورد. لما تقوم بمهاجمته رح تقوم بانتاج يعني نفس لما انا هون ببعث طلب يعني مثل لما انا هون باخذ بعمل كوبي وبرو لهون وبعمل بيست وببعت طلب على 80 فبيفتح معي هي الهوست مانجر. فهلا انا هون بدر هون برجع ولا هيك رح خلي هاي الشاشة. هلا هون لا اتأكد انا عم تعمل اتصال كأنه في عندي هون كأنه جابت لي الدوكس. فاذا رحت لهون رح بس فتحت صفحتين انا اذا ملاحظين، فعندي بس هاي الدوكس بخليها هون، وعندي بعدين باخذ هذا الاي بي بعمل له هون كوبي، بعدين هون بعمل له بيست بحيث اني ما افقد هاي الصفحة، بتركها يعني عندي مبدئيا. وبعدين انا هون باخذ هاي الدوكس، بعدين عندي بضيف الدوكس هون وببعث طلب. فعندي هون طلع لي الدوكس، الدوكس واللي هي اللي يعني الوثائق عن توم كات. فهون هذا اول شيء جابت لي، هون عندي اباتشي هي المعلومات. بامكانك تطلع على المعلومات، في يعني هون شيء معلومات مهمه عن الاس اس ال والتشفير، طبقات التشفير وكثير معلومات مثل ما ملاحظين. عندي هون كمان رح ننطر الأداة يعني مبدئيا لتخلص. عندي هون جابت لي الإكزامبل إذا ملاحظين، فبنروح على الإكزامبل وبنجرب. هلا هون بعدنا على الدوكس، فهلا بنبعد هون على الإكزامبل. فعندي هي بس بمسحها وببعد طلب، بنلاحظ عندي جابت لي شيء مهم. هذا الشيء المهم هو عندي سيرفلت، بدخل على السيرفلت. هون فيني اني اعمل view source code، ممكن اطلع على عندي هون في images، في عندي server push simple image، هدول روابط يعني مثل ما ملاحظين كلها لينكات. فهون ما لي شغل انا، فبطلع من هاي وبرجع انا هون بعد طلب على هالexample، فبرجع لهون وهون بعمل رايت كليك وبعملها بفتحها يعني بصفحة جديدة. بنلاحظ هون كمان ما في اي شيء. طيب اذا رحت هون عندي هون فتح عندي شيء، اذا ضغط على الايكو بنلاحظ connect to service implement using programmatic API او عندك هون annotation API basic او annotation API. مثل ما ملاحظين هون يعني اذا بدك تعمل اتصال فيك انك تقوم بعمل اتصال. فانا هون بس برجع بتأكد هون عندي شات اكزامبل بفتحها،
عندي هون كونكشن كونكشن اوبننت، عندي هون المالتي بلاير سناك اكزامبل ما عم نلاحظ هون ما في شيء، وهون عندي بس استخدمت لون، عندي هون مثل رسام يعني مثل الخدمة يعني مثل ما ملاحظين، فأنا هون مالي شغل فيها فبطلع منها، عندي هدول هي الصفحة. طيب إذا فت على View Source بنلاحظ في شيء يعني مهم؟ ما في أي شيء مهم. طيب هون شو عندي؟ طلع لي شيء، طلع لي كمان الشيل. هلا هون بلشت الأداة تجيب لي داتا مهمة يعني، فهلا هون باخد الشيل وبمسح هاي السلاش، بضغط انتر، نبعت طلب لنشوف شو راح يفتح لي، بس من بلا هي ريفيو سورس. فهلا انا هون بعمل كوبي وببعت طلب مرة تانية، او هون بحتاج ابعت طلب، وهون عندي انا الشيل ببعت له طلب للشيل، ونلاحظ ما ظهر عندي اي شيء. طيب هلا هيك انا بس شو راح اعمل؟ راح اعمل هون كنترول في، هون في نقطتين لهيك عامل لي مشكلة. فهلا اذا بعت طلب بعتقد راح يطلع شيء، عندي هون هاي مالها شغل، فبتركه يعمل اتصال حاليا للشيل، وراح اترك لهي، وهون راح خليه لهيك مبدئيا. طيب هلا هون عندي انا كأنه ما جاب لي شيء. طيب اذا هون عملت مانجر تحط انت، بنلاحظ هون عندي الريبورت ما في اي شيء، دوكس ما جاب لي اي داتا هلا حاليا يعني ما جاب لي اي داتا جديد. طيب هون انا شو ممكن اعمل؟ ممكن عندي هاي الصفحة اول شيء راح سكرها وافتح صفحة هون، وهي الصفحة هي MSF Console. بحكم انه نحن يعني اكتشفنا عنا هون بهاي الصفحة انه في عندي يوزر نيم وباسورد اخذناهن وخزناهن هون، اللي هن هدول نفسين يعني وينهن؟ هون هاي الباسورد، هاي الباسورد، وهي عندي اليوزر نيم واللي هي تومكات. فهلا هون انا عندي فتحة الميتاسبلويت، فعندي بكتب بس انا هون سيرش، بعدين بكتب تومكات، وبنستخدم بروت فورس بحيث انه نهاجم يعني نقوم بعمل تسجيل دخول دائم، كل ثانية نعمل تسجيل دخول بحيث انه نجرب ندخل بهجوم بروت فورس على يعني السيرفر اللي محتاجين ندخل عليه. فهلا هون بحكم انه عملت انا سيرش تومكات، هلا هون انا ما بين عندي شيء، فبكل بساطة بكتب هون MSF Console وبشغلها هون. فهلا هون انا بعد ما اشتغلت يعني بكتب هون يوز، بعدين بكتب هون اوكسلري، فهون انا بعد ما يعني طلع لي اليوز اكسلري فبعمل هون تاب، والاكسلري اللي بدي اياه هو عبارة عن يعني سكانر، بعدين هذا السكانر شغال على البروتوكول HTTP، بعدين عندي انا هون التوم كات سيرفر اللي بدي احدده، بعدين هون عندي MGR لوجن، وهيك يعني ممكن استخدام هذا الاكسلري. ممكن اذا كتبت انا هون انفو ممكن بيظهر عندي يعني خصائص عن هذا يعني الاكسلري او مساعد الاختراق اللي قمنا باستخدامه. واذا كتبت انا هون شو اوبشنز وضغط انتر، بنلاحظ يعني بيظهر عندي هون مثل ما ملاحظين فيني اختار بلانك باسورد، بروت فورس، هدول هن يعني القيم الخاصة فيه، وهي هي الديسكريبشن الخاصة بهذا البيلود او الاكسلري عفوا مساعد الاختراق. بس هلا اذا هون انتم ملاحظين انا اخذ هون يوزر فايل، اليوزر فايل هي يوزر شير ميتاسبلويت فريم ورك، بعدين هون عندي الداتا وورد ليست توم كات، اخذ يعني هون يوزر باس، وعندي هون في يوزر فايل اخذ يوزر دوت تكست، وفي عندي كمان الباس فايل اخذ هون كمان وورد ليست، هاي الوورد ليست مستخدمه هي يعني كديفولت. هلا هون انا اول شيء شو بحتاج؟ عندي الار هوست، الار هوست اللي هي اللي يعني المشين الخاصه بالتارجت، فبعمل لها هون كوبي وبكتب انا هون يوز، وبعمل هون او عفوا مو يوز، بكتب انا هون سيت، وبعدين هون عندي ار هوست كانه ما اخذتها، بعمل هون ما اخذتها لانه انا هون ما ضفت التارجت، فبضيف التارجت اي بي، فبكتب هون دوت صفر دوت، بس بتاكد هون عند التارجت شغال على 13، فعندي هون انا بس مضيف 13، بضغط انتر بنلاحظ اخذت الايرور.
فهلا انا هون هيك صار جاهز يعني اني اقوم بالهجوم، فبمران فبيبدا عندي عمل هجوم. فبتاكد انا هون من الهجوم اللي قامت فيه الاداه، بطلع يعني بطلع بتاكد اذا في شيء جابت لي اياها. هلا هون مثل ما ملاحظين كله فيلد، انت تطلع على هذا المكان هون لاحظ فيلد 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 كله فيلد، هون فيلد، حاولت تسجل دخول الاداه بهدول الباسوردات يعني ما جابت اي شيء تقريبا. اكسلري مودولز اكسيشن كومبليت، بس بتأكد تاني مرة ما في اي شيء. الميتا سبلويد ما قامت بتسجيل الدخول. فهلا هون بنزل بنزل عندي هون، جربت التوم كات اخذت فيد. طيب هون شو رح نعمل؟ رح ارجع لهون اضغط على الهوست مانجر، على المانجر سيرفر ستاتوس. طيب برجع 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 هدول دوكس، بدخل لهون روح على الهوست مانجر هدول. الباسورد طلعت عنا هون، بس برجع بجرب لعل وعسى يعني اشتغل شيء. فعندي انا نتيجة البحث انا وين خزنت، اذا رحت لهون عملت استخدمت هون document ctf boxes، بعدين هون cat، بعدين هون box.txt. طلعنا هون عندي عندي الباسورد هي السكريت، وعندي هون التوم كات اللي يزن. طيب خلينا نكتب هون توم كات من فراغ ونجرب يعني ضيف الباسورد، بعمل انتر ما في اي شيء. طيب انا هون ممكن ارجع اتأكد عندي من الوورد ليست، فالباس فايل يعني، واللي هي هون الباس فايل الخاصة بالوورد ليست. فعندي المفروض اذا استخدمنا الديفولت المفروض تسجل يعني عندي هون يوزر دوت تكست تاركة ديفولت، وعندي هون هي كمان تاركة ديفولت. بنلاحظ هون نو اكتف داتابيس انت الداتا ويل نوت بي سيفد، ما عندي اي يعني شيء. سكان كومبليت اخذ يعني خلص. هلا انا هون شو ممكن اعمل؟ ممكن اني ادخل على إذا كتبت هون توم كات جرب هون بس رولي ما في أي شيء، أو رول يعني ما معناه. فهلا هون نحن حتى ندخل على هذا المفروض يعني عندي هون، بس بتأكد ممكن إذا كانت عندك ال يعني ما أنا محدثة الميتاسبلويت، فهي ما راح تحدث ال يعني ما راح اتحدث الورد ليست الخاصة فيها. فأنا هون راح أروح بس يعني راح خلي اليوزر يعني الباس فايل مثل ما هي، بس أنا بنفس الوقت راح عندي هون بس هي بكبرها هيك بخليها يعني، وراح أدخل على هاي الباسورد بعمل هون كوبي، وبعمل هون نانو، أو هون نانو بنضيف المسار. المسار عندي مو واضح كله، فهون بس برجع بمسح بمسح هون بمسح بمسح هون في بس بمسح على هاي بمسح بمسح كل هاي يعني مبدئيا. وهون بس بعدل 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 بمسح هيك. هلا اذا فتحت رح يفتح تمام، معناها انا ممكن اني اخذ نفس المسار هون، بس يعني مو ما راح اروح على التوم كات، بروح بعمل هون كوبي بعمل هون كنترول في، بدخل على المسار بعمل ان ال ان. فنحن بحكم انه اخذنا هون عندي النانو بس ما بحتاج اكتبه هون مبدئيا شيء، راح ارجع بس اطلع وضيف مثلا عندي هون بس بطلع باخذ اسم الباس فايل. عندي الباس فايل هو توم كات ام جي ار، فعندي هون انا بدخل نانو
توم كات دي ار ديفولت، عندي هون ديفولت بس اخذ باس دوت تكست، عندي هاي الباس دوت تكست. فهلا انا هون ما بحتاج اني ادخل على ال يعني ما بحتاج اني ادخل عليها، بحتاج اني اعمل هون بس بغير هون سودو بعدين ايش مود، بكتب هون او زائد دبليو بغير فيها يعني بغير لها صلاحياتها، بحيث اذا عملت هون ال اي سلاش ال اي بضغط انتر تغير يعني من صلاحيات هي الملف. بعدين هون نانو بكتب انا هون توم كات دوت، بكتب هون باس فايل تكست. هون عندي هدول هن اللي بعتقد اني اكتر من هيك. طيب بس بتأكد هون جربت بالاكسام، ممكن نضيف ادمن 2 ادمن 3 وهون توم كان، وممكن هون ادمن او من بلا فراغات هيك، وهون رول وهون رول 1 وهون رول 2. بس انه يعني بنجرب نضيف قبل ما نعدل هون. فبس عندي بعمل هون انا شو اوبشنز بعدين بضغط انتر، بعدين هون بكتب سيت، بعدين هون بكتب شو بدي اعمل سيت للسيت للباس فايل. فانا هون بكتب سيت باس فايل ومنجرب اول شيء يعني مبدئيا اليوزر شير وورد ليست، بعدين هون ميت اسبلويت، بعدين هون بنجرب الروكيو. ما في روكيو بال هون. اذا ضغطت هون بتأكد في شيء له علاقة بالتوم كات، ما في له اي شيء. طيب خلونا نختار، اذا عملت انا هون رجعت على الام اس اف كونسول، سكرناها للام اس اف كونسول. فهلا انا هون بكتب بس يعني يوز اوكسيلري، والاكسلري هو يعني السكانر، بعدين هون اتش تي تي بي، بعدين بكتب انا هون توم كات يعني بحدد الاكسلري اللي بدي اياه، بعدين هون ام جي ار لوجن بضغط انتر، هدول هو الاكسلري. بعدين انا هون كتبت سيت، بعدين عندي هون الباس فايل، بعدين هون الباس فايل يوزر شير، بعدين هون بروح على الديا بوستر، هون بكتب بس ديا بوستر، بعدين عندي بدير بوستر جرب بكتبهم باس. في شيء له علاقة بالباس؟ ما في اي شيء. عندي هون بضغط، ما في اي شيء. طيب رح روح على الورد ليست، بعدين هون دي بوستر، بعدين هون بضغط تاب بتأكد انه اذا رح تطالع لي شيء. ممكن اختار هون اباتشي يوزر نيم، اباتشي يوزر نيم ما في اي شيء يعني. بس طيب نجرب الاباتشي يوزر نيم، بلكي كان يعني اليوزر نيم هو نفس المستخدم. بضغط انتر، بعدين هون بعمل شو اوبشنز بتاكد اذا اخذيتها يعني. بنلاحظ عندي هون الباس فايل اخذيتها يعني، هلا هيك تمام. بضل عندي بس هون اعمل سيت، بعدين هون بحدد التارجت، بكتب هون اير هوست بس الاس كبيرة يعني بعملها، بعدين هون بكتب 192 168 دوت 0 دوت 13 واللي هو التارجت، بعدين هون بعمل ران بنجرب نعمل هجوم تاني مرة. بنلاحظ كأنه بعتقد جابت لي شيء مهم، فبتأكد انا عندي هون عم تطلع بسرعة هائلة. هون في شيء incorrect، ما جابت ليش، بس يعني هلا هي بلشت عمليا. فانا هون بعمل كلير، بعمل هون ال اس سي دي دوت دوت، بطلع يعني انا هون هوم اكس، بروح على الدوكيومنت وعندي هون ممكن اني جرب بقائمة تانية، فبحتاج اني جرب بقائمة تانية بحيث اني قوم بكسر هاي الباسورد. فهلا هون بس بكتب يوز اكسلري، بختار الاكسلري اللي هو سكانر، بعدين اتش تي تي بي، بعدين بكتب انا هون او ما في داعي. هاي خلصت الاداة مثل ما ملاحظين. لاحظ هون كمان يعني ما في اي شيء.
طيب انا هون راح اكتب use او لا set، وراح اكتب هون باث فايل، وهون الباث فايل راح يكون، بس بتأكد set على اليوزر. طيب خلينا بس نرجع للاوبشنز، بكتب انا هون show options، وبعدين عندي هون الباث فايل. بحكم انه طلعت اليوزر نيم خطأ، يعني اللي هي اللي عم نستخدمها، فعندي انا هون يوزر شير فور ليست، هي كانت اخذة توم كات، هي كانت اخذة توم كات على الاغلب. نحن وين بس بتأكد من المسار اللي كنا فيه، يوزر شير ميتاسبلويد هون مو وورد ليست، فهي كانت اخذة على الميتاسبلويد، فبكتب انا هون ميتاسبلويد فريم ورك. تمام، من لهون حددت الميتاسبلويد، فبكتب انا هون داتا، بعدين هون بدخل على الورد ليست، بعدين عندي انا هون الورد ليست هي توم كات جي ار، فهون بس دوت تكست، بضغط انتر، وهون بمر بضغط انتر، لاحظ كأنه لمع شيء، يعني انتبهت. بطلع بنلاحظ هون، هون جابت لي مثل ما ملاحظين، عطتني اشارة زائد، وتم فك الباسورد. هلا لك هيك بتفك الباسورد، هيك تمام. عطتني لوجن فيلد توم كات، يعني هون في عطاني هون كوريكت، فانا بجرب هاي الباسورد، يعني باخدها مثل ما هي، وهلا هيك انا يعني بكتب هون توم كات واللي هو اليوزر نيم، بعدين بضغط انتر، بكتب هون توم كات، بعدين هون بضيف الباسورد، بضغط انتر، بنلاحظ فتح عندي وتم كسر، يعني باستخدام الميتاسبلويد تم فك، يعني تم فك هذا السيرفر. هلا حاليا نحن دخلنا على السيرفر، دخلنا بهي الباسورد، فانا بكل بساطه بروح على السريع هون، بروح على يعني بروح على الدوكيومنت، عندي هون انا بالدوكيومنت حاليا، فبعمل هون نانو، بعدين هون بحدد مبدئيا بدي اروح على السي تي اف بوكسز، بعمل ال اس، هون بعمل نانو، بعدين هون بوكس دوت تكست بدخل عليه، وهون عندي بحتاج اني خزن بداخل هون عندي اليوزر نيم الخاص بالسيرفر والتوم كات الخاص بالسيرفر، فهدول هني يعني بس هون بكتب انا يوزر نيم، بعمل نقطتين ممكن هيك بهذا الشكل، وعندي هون بس بكتب توم كات، يعني توم كات، والباسورد هي بكتب هون باسورد، وعندي انا هون نقطتين بعمل يساوي بعمل اشارة، وهيك عندي هذا هو اليوزر نيم والباسورد، بعمل انا هون كنترول اس، هلا هيك شغلة تمام. طيب هلا هون نحن دخلنا على السيرفر، فهلا انا هون اذا نزلت، يعني بعد ما دخلنا على السيرفر، عندي هون في كوبي اكزامبل، في عندي بس بصغره مبدئيا شوي بحيث يبين علي شو عم يشتغل. هون عندي طالع لي توم كات اباتشي، اعطاني اوبنتو لينوكس، هون نيم الياسس، يعني ما في اي شيء لحد الان يعني مهم. فانا هون بحتاج اني اروح على الموقع، هذا الموقع اسمه هاكتريكس، هذا الموقع هو فيه خطوات مساعدة للاختراق، فانا اذا دخلت هون على الهاكتريكس وكتبت هون، طيب بس رح اطلع انا مبدئيا اكتب هاك تريكس، واكتب هون توم كات، او هون هاك توم كات، بعدين هون بكتب هاك تريكس، بروح على هذا الموقع، بضغط انتر، بنلاحظ في عندي هون يوزر انوميريشن، كيف تعمل بروت فورس، يعني قوة غاشمة، vulnerability password backtrack disclosure، ما في يعني اي شيء هون مهم عندي، يعني ما انا محتاجين، وعندي هون ال MSF reverse shell، هذا هو المحتاجين. هلا هون ال MSF venom، هون عندك هون محتاج هذا ال يعني ال MSF venom reverse shell، فانا هون بروح على هاي الصفحة، عندي هون بهي الصفحة بأنشئ هون الريفرس شيل، بروح على الدوكيومنت سي تي اف بوكسز، وهون بخلي لل ام اس اف فينوم يعمل لي عندي ريفرس بار، بس هون انا بعمل ال اس
انشأ لي شيء. تسلا تسلا، اعطاني هون الريفرس شيل. هلا هذا الريفرس شيل هو بحتاج امحي. ليش بحتاج امحي؟ لانه انا هون اذا ملاحظين في عندي هون الهوست، هاي الهوست ما اعطيت التارجت اللي بدي اياه، فبحدد انا التارجت تبعي بعطيه 13. بعدين هلا بعمل هون البوت، يعني بغير، وهون كمان برجع عفوا يعني بمحيها لمرة تانية، وهون بس بعدل على البورت لانه 80 مثل ما ملاحظين يعني كان في اغلاق عليه فما فينا ندخل عليه، فرح خلي بس البورت 4 4 4 4. طيب هلا هون بعد ما انشأ لي هون اذا عملت هون ls بنلاحظ هذا هو الريفشل. فعندي هون اذا رجعت على السيرفر اللي دخلت عليه، هون ما عندي ابلود، ما في اي شيء ابلود. دخلت لهون هوست مانجر، ما فيش هون ليست، سامبلت هون اول، ما في ايش. طيب سيرفر ستاتوس لهون رجع كأنه فصل السيرفر، يعني بعمل هون ريسين. اذا رجعت طلعت، اذا طلعت طلعت طلعت، بعدين هون عملت هوست مانجر بنلاحظ شغال. طيب شو عندي انا هون؟ ليش ما طلع لي شيء؟ هون وداني على رابط تاني، اعطاني هون configuration save all configuration. هلا انا هون على الهوست مانجر، اذا رحت على الصفحة الاولى نزلت لهون، نزلت نزلت نزلت، اعطتني هوم مانجر بس الساعة شغال، يعني بعمل لها كوبي وببعد بس على المانجر. فهون بعمل كنترول في، بضغط انتر، رح يطلع لي عندي هون بكتب التوم كات اللي هو الباسورد، وعندي هون اليوزر نيم عفوا، فبكتب انا هون رول 1، بضغط انتر، بكتب هون توم كات، جرب رول 1، بضغط انتر، ما في اشي. لهون ما فتحت. ليش ما فتحت؟ لانه عندي اذا كتبت هوم بوكس انا كاتبها خطا يعني، فباخدها مثل ما هي. طيب ما في مشكله، اكتب هون دوم كات، بعدين هون رول 1، بضغط انتر، بنلاحظ هلا فتح عندي شيء مهم. مثل ما ملاحظين عندي هون الشيل فتح عندي. هلا انا فايت على المانجر HTML. اللي هون في عندي براوز وعندي هون ديبلوي. اذا عملت هون براوز بعدين عملت داونلود، رحت على الدوكيومنت، رحت على سيتي اوف بوكسز، ورفعت الريف وار ومثل اوبن. اذا عملت هون ديبلوي، اذا عملت هون ديبلوي بعدين هون عملت ريفريش وعملت هون ريسنت. هلا هذا الشيل عطيك نون سبيسيفايد او غير محدد، هذا هو الشيل تبعنا. اذا ملاحظين عندي هون الشيل وفي عندي الريف شيل، انا عندي الشيل تبعي اسمه ريف شيل دوت وار، فهذا هو الشيل. فهلا تم رفع ملف من عنا واللي هو الام اس اف في، قمنا بانشائه على السيرفر. بعدين هون بكل بساطة هون عندي الريف شيل، اذا اعطيته لريف شيل عندي هون المانجر، اذا عملت له هون اون ديبلوي بنلاحظ شو راح الشيل. هلا اون ديبلوي ما عاد يعني رفعه، فهلا هون بعد ما راح يعني بس بحتاج انها اتنصت على البورد. اللي راح اعمله هون راح افتح هون صفحة جديدة، شوف فتح لي، هلا فتح لي صفحة جديدة، وبنحتاج نستخدم النت كات، فاكتب انا دبليو راب هون عندي ار ال في راب، بعدين هون نت كات، بعدين عندي بدي نصط ال ان داش في بي على البورت 4444. فبترك التنصت شغال مبدئيا. وهون عندي انا بجرب حمل الكورل، فالكورل بدي احمله هو
بس اول شيء بكتب يعني الاداة جول، بعدين هون عندي HTTP وبنجرب نحمل الريف شيل. القمنا بيعمل له ديبلوي على التارجت اللي هو 192 192 دوت 0 دوت 16، بعدين عندي انا هون سلاش، بعدين هون ريف شيل، بضغط انتر، اعطاني هون في دوت هون بس ما بنساها، بضغط انتر واعطاني هون كونكشن ريفيوزد. الكونكشن ريفيوز لانه انا نسيت ما اضيف على البورت 8، فهلا هون انا اذا عملت ls كانه جاب لي ملف، اذا عملت هون كات نانو حط انت ما في اي شيء، فبمحي لهذا مبدئيا، ما بعرف منين اجى الملف. بنروح على الدوكيومنتس، بنروح على السيتي اف بوكسز، بنروح على ls، بعدين هون بنشغل كل، بنعمل هون عندي للريف شيل، هو اسمه الريف شيل يعني، بضغط انتر، بعمل هون ال اس، ما جاب لي تقريبا اي شيء. طيب هلا هون بحكم اني انا عم اتنصت على البورت 444 ما اجاني طلب، هلا هون ما اجاني طلب، عندي هون ار ال طالما ما اجاني طلب على الاربعة معناها هون في عندي HTTP نفشل، ضغط انتر، بنلاحظ ما اجا اي طلب. هلا هون المفروض انا يعني نتلقى طلب، ضغط انتر، غريب انه ما تلقينا طلب. طيب اذا عملت هون كنترول اس ورجعت حط التنصت ورجعت هون بعد الطلب، عندي هون على التارجت ما في اي شيء. هلا يمكن السبب انه ما اجاني طلب، ما اجاني هون يعني، ما اجاني الطلب. ليش ما اجاني الطلب؟ لانه ما رح يجي الطلب. في عندي هون مشكلة بعتقد أنا، ممكن إنه المشكلة هي بالريفرت شيل أساسا، فأنا هون رح أمسحه لهذا الريفرت شيل. وشو رح قوم بعملية؟ بدال هون ال ال هوست ما نضيف التارجت، مفروض أنا ضفت اللوكال هوست، فعندي هون بضيف 157 هي التارجت مشين. فهلا أنا هون بنشئه للريف شيل، بعدين برجع لهون، بعدين هون ممكن اعمل براوس، بعدين هون ريفشل، بس بتأكد عمليته. فانا هون بحدده، بعمل له هون اوبن، بعدين بعمل له ديبلوي. فهون عندي اذا عملت ريفرش، جرب اعمل ريفرش، بنلاحظ هون عندي ريفشل، عندي هون الريفشل، وعندي هون المانيشر. هلا تم رفعه يعني، ما انا مشكلة. فهلا اذا هون انا عملت اون ديبلوي فتم يعني حذفه، فهلا هون انا حاليا عم اتنصت. اذا عملت هون كول وضغط انتر، عندي هون 192 168، شوف شو اعطاني، اعطاني هون كأنه ملاقاة للملف يعني من اسطله. فانا هون بس لأتأكد من هذا شو عدلت فيه، هذا هو الالبورد والالهوست، بعدين عملنا له ديبلوي، بعدين هون ببعت طلب ما جاب لي اي شيء. طيب رح جرب انا شو اعمل، رح اعمل براوس وارفع هاي يعني ارفعه للملف تاني مرة، بعمل له هون ديبلوي، بعدين هاد هو يعني ريفشل. فعندي انا هون برجع بجرب اسحبه، بنلاحظ هلق لا اخذ طلب، هذا هو الطلب اخذته بعد ما انا تركت الريفشن. وهون لا تنسى انك تضيف الاي بي الخاص بي يعني الجهاز اللي عم تفحص عليه، وهون عندي على البورت 444. فعندي انا هون لما اكون شغال تنصت بنلاحظ هون اجاني طلب واخذت الطلب انا، وهلا هون شغال الطلب. فهلا هون نحنا بس شو بنحتاج؟ بنحتاج نروح على الريف شيل، نعمل هون كوبي، وبنحتاج اللوكيشن نعمل له كوبي. فعندي هون كوبي ما اخدها، بعمل له هون كوبي، كمان نعمل كوبي للوكيشن،
مفروض عندي هون كوبي لينك، عندي بس كوبي لينك. طيب اذا عملت هون كوبي لينك هل راح يطلع لي اللوكيشن تبعه؟ طيب هلا هون رح خلي اللي عملت له كوبي. تمام هذا الشيء. طيب هلا انا هون اذا جربت اعمل اي دي وضغط انتر، بنلاحظ هون اعطاني رد انه توم كات. الاي دي هو توم كات، عندي هون توم كات. بعدين هلا هون انا شو بحتاج اعمل؟ فبكتب انا هون بين، بكتب باش، بعدين عندي هون بس بكتب باش. بعدين هون داش اي، بضغط انتر. بعدين بكتب هون ويتش بايثون 3، بجرب هون، بضغط انتر. بنلاحظ حط لي يعني البايثون باليوزر بين. فهلا هون انا بكتب بايثون 3، وبالبايثون 3 هون بحتاج داش كي. بعدين هون سنجل كوتيشن مارك. هلا هي بس ليش هيك عم طلع؟ طيب هلا هيك تمام. هون بعمل داش سي، بعدين هون بكتب امبورت، وعندي هون بعمل امبورت للبي تي واي. فبكتب انا هون بي تي واي، بعدين سيمي كولوم، بعدين هون بكتب بي تي واي، بعدين هون دوت اس بي 1 اس بي اي دبليو ان، بعدين هون بفتح الاقواس، وعندي هون بضيف نين كوتيشن مارك، وهون بس بكل بساطة بضيف بين. بعدين هون بكتب باش، بضغط انتر. بنلاحظ عندي هون اذا كتبت انا هوم ام اي اعطاني انه انت التوم كات. هلا هون اخذنا شيء يعني، ظهر عندي الميلتوس واللي هو اليوزر نيم على الاغلب يعني. فهلا هون نحن اخذنا ال يعني اخذنا هذا اليوزر طلع لنا. فانا ممكن اعمل هون كلير، ممكن كلير variable term unfold variable not set. غريب اذا عملت هون كلير ما في اي شيء. طيب عم جرب اعمل اي دي، اعطاني هون انت التوم كات، انه الاي دي توم كات. هلا هون راح جرب اخذ الروت انا، ممكن اكتب هون sudo dash l، راح يظهر لي باسورد. الباسورد طلعت عنا رول دوت 1، فبجربها. اعطاني سوري تراي اجين. طيب هلا هون جرب رول 1، ما اشتغل اي شيء. شو ممكن هون نعمل؟ هلا هون حاولنا 3 مرات ما طلع شيء. بعدين ممكن هون ls dash la تشوف في شيء موجود عندي، او ممكن هلا هون انا مضطر اشتغل بهي الصفحة مبدئيا يعني، لاني عامل اتصال علي اذا ملاحظين. فهون ls dash al عندي هون، بس بتأكد في شيء، في شيء هلا هي الصفحة ماني عايزها. هون بعمل اكسل، فعندي هون هلا ممكن عيد هذا الطلب، بعمل ls dash al. عندي هون في libs los rund اوكي. فممكن انا اروح على الهوم، فيني اروح على الهوم، ما فيني اروح على الهوم. طيب ممكن ادخل على الاف، في عندي هون ما في اي شيء يعني، ما في ال عندي هون اذا عملت ls ما في اي شيء. no such file or directory unknown ls، بنلاحظ رجعني لاول شيء. فهلا هون انا خليني اروح على الهوم مبدئيا، بكتب انا cd، بعدين بكتب هوم. فالمفروض لما ادخل على الهوم يطلع لي هوم، صح؟ صح، طلع لي هون في عندي يوزر نيم. انا هذا اليوزر نيم كنت عم دور عليه، فبدخل عليه بعمل ls، بنلاحظ هون عندي يوزر دوت تكست. اليوزر دوت تكست اللي هو الفلاج اذا بتذكره هون هو موجود اللي حكينا عنه. فهلا هون نحن عمليا اخذنا اليوزر دوت تكست طلع لنا يعني. فانا هون اذا دخلت
اعطيني الفلاج الاول اللي لازم توصل له هو يوزر دوت تكست، فنحن اخذناه مبدئيا. فعندي اذا كتبت هون كات يوزر دوت تكست، غلط انت طلعت لي قصة البرميشن دينايد. البرميشن دينايد يعني انت ما معك صلاحيات تفتحوا لهذا الملف، بس هذا الملف اذا ملاحظين موجود عندي على الهوم على هذا اليوزر. هذا الشيء بس يعني انك تحطوه بعين الاعتبار. طيب هون اذا عملنا ls dash la رح يظهر عندي هون بروفايل ssh، ظهر عندي هدول مجموعة من الملفات. الفلاج الثاني اللي لازم ناخده هو الروت، بس حاليا نحن هسه كمان ما فتحنا اليوزر. فانا هون اذا كتبت cd dot ssh فتح لي ال ssh، عملت هون ls، في عندي IDRSA و IDRSA POP. في عندي هون مفاتيح، يعني هي مفاتيح وهي المفاتيح اخذ الروت. طيب اذا عملت هون انا كات وكتبت هون ID بعدين هون RSA، نلاحظ فتح عندي هذا الكي، فانا خليني اخذ هذا الكي مبدئيا. هذا الكي يعتبر برايفت كي، فبعمل له هون انا مبدئيا يعني بعمل له هون كوبي، بعدين رح افتح صفحة جديدة، بعدين هون رح اروح على الدوكيومنت CTF boxes، بعدين عندي هون رح اكتب هون key dot text، بس الكي هاد هو يعني المفروض انا انشئ نانو، بس يعني انشئه كملف واضيف الكي دوت تكست بعمل كنترول اس. هلا اذا عملت كي دوت تكست بنلاحظ هذا هو المفتاح اللي اخذناه من عملية الاختراق. طيب هلا انا هون بس خليني انزل واعمل ال اس، بعدين انا هون عندي كات، بعدين هون عندي اي دي، بعدين بدخل على ال ار اس اي دوت بوب، بضغط انتر، بنلاحظ عندي هون في المفتاح الثاني. المفتاح الثاني واللي هو لهون هذا البرايفت، فعندي هون راح يكون البابليك يعني 100%. فعندي انا هون بس بكل بساطة بكتب هون نانو، بعدين هون باب دوت تكست، بضغط انتر، بعمل كنترول اس، بعمل كنترول اكس، بتأكد هون اذا كتبت باب دوت تكست هذا هو المفتاح اللي حصلنا عليه. هلا هون في عندي مثل ما ملاحظين هو اسم اليوزر نيم، بعدين الميلتوس واللي هو كمان بعتقد يوزر نيم تاني او شيء ما بعرف يعني، بس انه هدول المفاتيح حصلنا عليه. فعندي هون اذا بتذكروا الاي دي IDRSA.pop، وعندي هون ال IDRSA. إذا عملت هون كات لل ID بس لل IDRSA راح يظهر عندي المفتاح الكبير، صح؟ طيب لهون خليني أنا بس هذا المفتاح الكبير أنا إذا بتذكروا خزنه بال pop.txt، لا هذا المفتاح يعني الصغير البابليك يعني. فعندي هون الكي دوت تكست هو لا، ممكن انا اعمل هون كوبي للكي دوت تكست وبحتاج اني اخزنه بنفس المكان اللي انا موجود فيه حاليا، بس هون مفروض اني اشيل الامتداد عنه، فهون بكتب سي تي اف بوكسز، بعدين هون خلوني مخزنه مثل ما هو يعني موجود على السيرفر يعني باسم اي دي ار اس اي، فبضغط انتر بعمل هون ال اس، فهون ظهر لي شيء قام بعمل له كوبي هوم دوكيومنت سيتي اف بوكسز اي دي ار اس اي. اللي صار هو انه ما قام بنسخه. ليش ما قام بنسخه؟ اذا ضغط هون اعطيني انه الار اس اي ما في اي شيء، فانا هون انا بس ضيف سلاش يعني، فهلا هيك عمليه النسخ بتمشي حالها. فهلا هون اذا عملت كات اي دي ار اس اي فهذا هو المفتاح، انا هذا اللي بدي اوصل له يعني. فهلا هون بس بعطي ايش مود وبكتب 700، وهون عندي الاي دي ار اس اي، بضغط انتر بعمل هون الاس داش ال اي، فعندي هون بيظهر انه عندي اخذ الريد والرايت والاكسكيوت، وعندي هون اي دي ار اس اي. هلا هيك شغله تمام. فهلا انا هون بدي ادخل على السيرفر، كيف بدي ادخل على السيرفر؟ السيرفر هو عندي اذا بتذكروا هون في عندي على انا هون شو اخذت؟ في عندي هون اليوزر نيم، هذا هو هذا اليوزر. ف
فأنا بأخذ اليوزر نيم وبدخل على السيرفر الخاص فيه، فبكتب أنا هون SSH، بعدين بكتب اسم اليوزر نيم، بعدين موال أد، بعدين بكتب التارجت اي بي 192.168.0.15، بعدين هون بعد يعني بكتب هون داش اي، وبالداش اي رح ادخل انا هون بس مرة الاي دي ار اس اي، بس شو الباسورد؟ لهون عطيني بدك تتابع، بعطيه انا هون كونتينيو، بس الباسورد اللي اكتشفناها جرب رول 1، بعطيه رول 1، اعطاني برميشن. طيب رول رح امحيها، رول 1، مثل ما ملاحظين ما دخلت. فأنا بحكم إنه طلع لي permission denied، معناها ما رح فينا ندخل باستخدام هذا المفتاح اللي كشفنا. لهذا السبب بنروح على اليوزر شير وبنروح على جون، وهون عندي بدال جون هون بكتب اي دي، بكتب هون ار اس اي، بعدين عندي هون انا بحتاج اعمل لها كراك، فهون بكتب هون كراك دوت تكست وبخلي يعمل لي كراك للمفتاح. فهون كأنه ما ظهر، يعني ما عمل لك كراك ولا شيء. ومن هون ls بنلاحظ ظهر شيء اسمه كراك دوت تكست، بضغط انتر، هذا هو المفتاح، تم فك تشفير هلق هذا المفتاح. لاحظ هذا المفتاح، واذا كتبت انا هون كات rsa او عفوا idrsa، بنلاحظ هذا هو المفتاح. المفتاح بهاي الحاله هو مشفر، بس هون فك تشفيره يعني. فانا شو ممكن اعمل؟ رح اجرب من هون باخذ المفتاح لهون وبعمل كوبي، بعدين بجرب عيد نفس الخطوات تماما، بضغط لا عفوا هون ما في داعي بقفلكم، بكتب هون SSH، بضغط هون، فبس سألني على الباسورد واللي هي الباسورد يعني، بعمل هون كنترول في، بضغط انتر، برجع بعمل كنترول في، بضغط انتر، برجع بعمل كنترول في، اعطاني البرميشن دينايد. طيب معقولة من هون نجرب من الاي دي؟ انا اذا بتذكروا قصيتها من بلا الاي دي، فهلا بس جربت الاي دي، برجع بدخل بضغط انت بضيف الباسورد، ما اعطاني بابليك، يعني ما تم مش الحال برميشن دينايد. فهلا هذا الملف بعمل ls داش la cat crack dot text، تمام. انا وين بكتبون كارك، كاتبون مو كراك، مفروض اكتبه كراك يعني، بس ما انا مشكلة. فانا برجع بستخدم اداة جون مرة تانية، بكتبها انا هون جون، بستخدم wordlist rockyou dot text، وعندي هون انا اسم الملف كارك، فبكتب هون كارك دوت تكست، بضغط انتر، فالمفروض يعني يفك كل تشفير. هلا هون عطاني الروكيو دوت تكست no such file، يعني ما أنا موجود عندي، أنا كنت محملها يعني بس مسحتها، فبحتاج بس حملها من الجيت هاب، فبجيب الروكيو دوت تكست وبخلي فك كل التشفير باستخدام الروكيو دوت تكست. فعندي هون منطرة يعني لا تنسوا، باخدها للروكيو دوت تكست وهي بشيلها بمسحها يعني. وهلا حاليا رح يتم اخذ الروكيو دوت تكست، خزن ليها بالداونلود، فما انا مشكله يعني، المهم حاليا بس رح مشي شغلتي يعني. فهون انا ما رح يروح على اليوزر، رح يروح على الهوم اكس، وعندي هون بالداونلود موجود عندي الروكيو دوت تكست، وبدي اعمل كراك يعني لهذا الملف، فهلا هون بعمل له كراك. فعندي هون بنلاحظ فودكا 06 اي دي ار اس اي، شكله روسي اللي عامله لهذا يعني اللي عامله لهذا البوكس، فانا هون باخده كون شي هاكر روسي عامله يعني عم بتسلى. فانا هون بعمل كوبي وبرجع بعمل اس اس اتش وبدخل على الاي دي، بضيف الباسورد، بضيفه مرة تانية، فهون بس بضيفه مرة تالتة ما فكت. فانا هون ممكن يعني إذا دخلت أخذت بس يعني الباسورد، عملت انتر
وأخذتها هيك مثل ما هي، عملت لها هون كوبي وعملتهم بكل بساطة بيست وضغط انتر، أعطاني بيرميشن دينايد. هلا المفروض ما يعطيني بيرميشن دينايد، مفروض يعني. ضغط انتر، بجرب ادخل. ليش هيك؟ مع انه فكينا الباسورد يعني، يعني الباسورد انفكت اللي هي فودكا 06. بضغط انتر وانا اعطيني يعني بابليك كي بيرميشن ديناي بابليك كي. جرب ادخلها مرة تانية ما مش لح. هلا هون بحكم انه هلا فكيناها مبدئيا يعني للباسورد ار اس اي، هون ممكن تكون مقترح علي شيء كأنه شو ديسبلاي اول كراكد باسورد. هو عطاني عدة باسوردات على الأغلب يعني، فأنا هون شو ممكن أعمل؟ عندي هون عرض لي فودكا 87. طيب جرب أعمل كوبي، بجرب ادخل بهاي الباسورد، بعمل كوتر في كوتر في كوتر في. غريب يعني ما اعطاني. ممكن راح جرب انا هون بالثالث، بعمل كوبي مع انه مفكت يعني، انه بس ليش هيك ما فات؟ ما عم يفوت. سودو اس او، رح اخذ صلاحيات الجسم مع انه بعتقد انا يعني انه ما لها علاقة هاي الشي، بس منجرب يعني. شو بدنا نعمل اس اس ايش؟ بعدين نكتب هون تي اتش اللي هو ال اسم اليوزر نيم. فعندي هون ثالث اسمه 192.168.60.60.0.16. بعدين هون عندي داش اي، بعدين هون عندي الاي دي ار اس اي. بضغط انتر، اعطيني ار يو سير يو وانت تو كونتينيو كونكتينج، فانا هون بعطيه يس. بضغط انتر فاعطيني انتر الباسورد، فهون الـ يعني الباسورد. فبعمل هون كوبي وبروح بضغط انتر، رجع اعطاني البرميشن دينايد. طيب هلا اذا رجعت على السيرفر محل ما كنت انا مشغله، وين اخذت الطلب؟ هون عندي عملت هون اي دي الساتني، عندي هون على ال اعطيني الجي اي دي 3 ساعات لاني ما دخلت على ال، بعتقد لاني ما دخلت على ال يعني ما دخلت على الداليس يوزر واللي هو هذا اسم اليوزر نيم. فانا هون شو ممكن اعمل؟ المفروض نسجل دخول على هاي ال، المفروض نسجل دخول يعني على المشين. وبجرب انا هون بس بتأكد كنترول في كنترول. طيب بعمل بيست، اعطيني البرميشن دينايد. طيب خلوني اروح لهون مبدئيا. بس هون عملت كلين، اعطيني مسات فاريبل ال اس سي دي دوت دوت، وعملت هون ال اس ال اس داش ال اي. في عندي اذا كتبت هون كات، بعدين هون كتبت نوت، لاحظ ما فيني عم فوت عليه. اذا عملت هون نانو، بعدين هون كتبت نوت دوت تكست،
عفوا بكتب دوت مفاصلين والناوي ما أعرف الأمر، وأنا بعتقد مو متعرف عليه. عندي هون لما كمان عملت كات أعطاني هون the secret is the this directory، أعطاني هون يعني إنه the secret is in this directory، good luck، بالتوفيق يعني. موجود هون، فأنا بروح على نفس المكان. خليني أروح على cd على اليوزر، بعدين هون بروح على الشير، بعدين عندي لا مو شير، عندي بروح على موجود على اللوكال، بعدين هون عندي على البين، بعدين هون عندي بفتح الباك. لهون ما رح يفتحوا لأنه ملف، فعلا هيك أنا بقلبه. إذا عملت هون ls ما لاحظ هذا هو الملف اللي كان قاصده. فأنا هون إذا عملت cat بعدين هون backup، بكتب أنا يعني backup.sh، بضغط انتر. بعتقد هذا السكريبت رح نستخدمه لتصعيد الامتيازات يعني للسوبر يوزر. طيب بس خلوني اعرف شو صلاحيات الملف. اذا عملت هون ls-la اعطيني هون root، بس هون الروت فيه يعمل عليه كل شيء، معناها هذا اليوزر اللي معي ما معه صلاحيات. طيب انا هون شو ممكن اعمل بهاي الحالة؟ ممكن روح لهون وروح على موقع اسمه مونكي، بكتب انا هون مونكي، بعدين بحتاج اكتب مو مونكي، ممكن اكتب هون بين تيست، بعدين هون بكتب مونكي، بعدين بهذا المونكي بدنا هون عنا ريف شيل اللي كنا عم نشتغل فيه، بضغط انا هون انتر او بكتب انا هون ريفرس شيل، بروح على المونكي البين تيست، عندي هون البيرل بايثون باش، عندي هون نت كات، عندي بحتاج هذا يعني السكريبت. هذا السكريبت باخده مبدئيا بعمل كوبي وبروح بفتح صفحه جديده وبعمل هون ls، بروح على الدوكيومنت سيتي اوف بوكسز، بحتاج هون انشئ ملف. هذا الملف راح يكون مبدئيا بس هيك ملف يعني، وهون بداخل هذا الملف بحتاج اني اكتب ايكو، بعدين بعمل اثنين كوتيشن مارك وبضيف السكريبت اللي قمت ب يعني نسخه، وهون بحدد البورت هو 3 4، بعدين بحدد التارجت ماشين او عفوا الاتاكر ماشين .0، بعدين هون .157، في شيء بدي اعدل عليه هسه؟ فهلا انا حاليا ما في شيء بدي اعدل عليه، فهلا هون انا بعمل كنترول اس، وشو رح سميه؟ هون في عندي تعديل، هلا هون بعمل كنترول سي، في عندي هون ممكن نضيف هدول الاشارات يعني، وهون خلي عندي بكتب انا هون باك اب، وبعدين هون بعد الباك اب بكتب هون دوت الامتداد باش. هون بحتاج حمل ملف، هذا الملف هو بيستخدم يعني لتصعيد البريفليج او بيستخدم لد البريفليج، فانا هون ممكن اكتب داونلود، بعدين هون بكتب بريفليج فهم بس بتاكد بريفليج البريفليج، هون بحتاج كمان اكتب هون داش، بعدين هون بكتب هون اسكاليشن، بس رح خليها هيك، بعدين داش اوسم، بضغط انتر، في هيك شيء داونلود، في عندي هذا السكريبت اذا ملاحظين، هون هو باي باسنج، عندي هذا هو هذا البريفليج اسكاليشن اوسم سكريبت، بيستخدم للتصعيد على الاغلب يعني تصعيد الامتيازات. فانا هون بفتح صفحة جديدة، بروح على الدوكيومنت على سلاش سي تي اف بوكسز،
بعدين عندي هون get، بعدين clone، بعدين بعمل له get clone، بعدين هون بتأكد بس بنطر يعني لا ينسوا، بعمل هون ls، بعدين هون بدخل على ال bypass، بكتب هون cd bypass ng ls. في عندي شيء اسمه، عندي هون اسمه lean bypass، بعمل هون ls. بداخل هذا اللين بايس في عندي، انا عم دور هون، اذا رحت على البيلدا رحت على اللين بايس وعملت هون ال اس، هلا حاليا في ملف نحن محتاجينه، هذا الملف اسمه، خلونا نروح على السورس لأشوف إذا في شيء اسمه PSPY64، فهم ما في شيء، فهم ما في شيء. طيب بحكم ما أنه موجود، فأنا شو ممكن أعمل هون؟ بايثون 3-M سيرفر شغل لي على 80/81، خليه شغال. بعدين راح أفتح صفحة جديدة وبكتب أنا هون في جيت، بعدين بحتاج انا هون هي الفيجا تحمل الملف. الفيجا هو هون عندي هون http://، بعدين هون 192.168.0. سكتت 150 57، بعدين ضفت نقطتين، بعدين هون 80 80 81، بعدين هو عملت سلاش، بعدين PSPY64 نسخ فايل اور دايركتوري، وطالع هو not connected. لهون اجا طلب، مثل ما ملاحظين كأنه اجا طلب، اعطاني هون انه في طلب جت للملف، بس هون اعطاني ايرور 404 اذا ملاحظين. طيب تعال نجرب نحمل نضيف بس ما بظن يطلع صح، يعني اذا ضفت انا هون كتب 13 الماشين يعني اعطاني هون كونكشن ريفيوسن، يعني انه تم رفض هي، لهيك انا بحكم شغلت السيرفر عندي على الماشين تبعي، فالمفروض عندي هون يعني منطقيا انه يجي الطلب لهون، بس هون اعطاني HTTP request send awaiting response 440 file not found. الملف مو موجود هو يعني اصلا، فانا هون الملف شو اسمه رح حمله مثل ما هو، فهون باخده PSPY بروح لهون وبروح على بكتب هون download، بعدين هون كتر في GitHub ضغط انت، فهل يا ترى رح يظهر PSPY؟ انترنال كأنه مو موجود، PSPY64 هاد هو، يا هاد على الأغلب هاد هو، بعمل له سيف، بعمل هون بس هاد هو نزل الملف. طيب هلا خليني وين شغلت أنا السيرفر؟ عندي هون انا وين عم جرب شغل السيرفر. طيب يا ترى هل اذا عملت انا هيك هلا رح يشتغل؟ ما رح يشتغل. ليش ما رح يشتغل؟ لانه عندي هون شغال السيرفر على الاغلب يعني، بس برجع بعمل شيك، برجع لهون انا وين مشغله بالبايس.ng واللي هو على الدوكيومنت سي تي اف بوكسز، فانا هون بكل بساطه بعمل ls، بروح على الدوكيومنت سي تي اف بوكسز سي دي دوت دوت سي دي داونلود، بروح على الداونلود، هون بس بحتاج اطلع من الدوكيومنت، بروح على الداونلود بعمل ls، هذا هو الملف، بعمل موف PS64 بعتلي على هوم اكس دوكيومنت على سي تي اف بوكسز، بعدين على على هي الفولدر البايس، بعمل هون ls، بنلاحظ نقله.
طيب هلا هون بنرجع على الدوكيومنت، بنروح على الدوكيومنت، بنروح على السيتي اوف بوكسز، بعدين هون عندي انا بس راح امحي، بعمل ls، بعدين بكتب هون بايس ng، بعمل هون ls، بعدين هون راح يصير عندي الملف. طيب هلا المفروض انا هيك، المفروض يعني انه في حال انا قمت ب، بس رحت لهون، رحت لهون، هون السيرفر عم يجي طلب يعني اذا ملاحظين، فبرجع برجع 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 حد هو اذا اخذته ملاحظ اخذ شيء. هلا هيك اخذ شيء، كيف اخذ شيء؟ بعد ما انا قمت مثل ما ملاحظين يعني قمت قدامكم بحفظ الملف بداخل هذا المكان، بالمكان نفسه اللي شغلت فيه السيرفر، السيرفر اللي هو سمبل بايثون سيرفر. فهلا هون انا يعني قام بعمل له سيف. فهلا انا هون اذا عملت ls، فهلا هون مكتوب ls داش ال اي، بنلاحظ هون عندي في اخذ كله صلاحيات ال اكس، عندي هون ال بي واي دي، وين الملف هذا هو، اخذ صلاحيات كمان، اخذ صلاحيات اكس. فهلا هون انا اذا عملت دوت سلاش، بعدين كتبت هون بي، كتبت اسم الملف يعني، فهلا هون اذا عملت ls عملت دوت سلاش، بعدين هون كتبت بي سي بي 64، ضغط انتر، اعطاني بيرميشن دينايت. البرميشن دينايت لانه هون طيب بس خليني اول شيء اجرب اكتب دوت سلاش وشغل هاي لشوف اذا كتبت هون بي سي بي 1 64، اعطاني هون نو سيرش دايركتوري. طيب هون دوت 1 بنلاحظ برميشن دينايت. فكيف ممكن انه نتخطى الموضوع البرميشن يعني؟ هو عم يعطيني البرميشن دينايت لانه بكل بساطة انا ما عامل له ايش مود زائد اكس وخليه يعمل اكسكيوت، فبعمل انا بي سي 64. فهلا اذا عملت هون ال اس بنلاحظ تغير لون، فاذا كتبت هون بي سي بي واي 64 ضغط انتر بنلاحظ هون اعطاني هذا يعني تم تشغيل الملف. هون في عندي برينتينج ايفنتوال كولر ترو سكانينج. فهلا انا هون بحتاج اني بكتب هون نت كات، لا عفوا قبل ما اكتب يعني نت كات بحتاج اكتب ار دبليو ار ال ار ال دبليو راب، هاتي بعدين عندي هون بس بحتاج اني ابعت على الاربعة اربعة اربعة، بضغط انتر. هلا هيك بديت عملية التنصت على البورد 4 4. انا هون كنت بالريفرس شيل، شو بتذكرها منها، ضغطنا اخذ شيل ما اخذ، تمام. اذا عملت هون كلير الاس، طيب اي دي، تمام. هلا هيك اخذ يعني شغال، مش حاله رجع اخذ جلسي على السيرفر. فهون بس بحتاج يعني اني اكتب export، بعدين بحتاج اكتب هون term، بعدين هون equal، بعدين هون عندي x term، بضغط انتر، بعدين عندي هون بعمل clear ولا هيك، تمام. فانا هلا هون بكل بساطة بكتب هون python 3، بعدين هون dash c، بعدين عندي هون بعمل سنجل كوتيشن مارك، بعدين هون بعمل امبورت، بعدين عندي هون بعمل امبورت للبي تي واي، بعدين هون سيمي كولوم، بعدين برجع بكتب هون بي تي واي، بعدين هون عندي دوت وبكتب هون عندي سبان. فهون انا بكتب سبان وبفتح الاقواس، وعندي هون بس بمرر 2 كوتيشن مارك، بعدين بمرر هون البين، بعدين بمرر الباش، بضغط انتر، بنلاحظ هون عندي اخذت يعني اليوزر، بس هون اذا كتبت سودو داش ال اعطاني انه ادخل الباسورد. بكتب انا هون رول ليبان، هل يا ترى باسورد تراي اجين، ما نجحت، ف هون ما نجحت، فبس هيك عم بضغط انتر انا يعني. خليني اروح على الهوم مبدئيا،
مو من ال اس، روح على التأليس يوزر، مو من هون ال اس ال اس، اخذت اليوزر بس هون اعطيني كأنه فاضي، اذا عملت هون كليك هون ال اس ال اس داش ال اي، عندي هون كاش واللوكال والنوتس اللي محل يعني المكان اللي كنت موجود انا فيه. طيب انا هون شو ممكن اعمل؟ طيب خلونا نعمل سودو بعدين مثلا داش ال ونجرب ندخل كلمة سير فودكا 06 اللي هي الكلمة اللي تم فك تشفيرها. لاحظ ما اخدها، غريب ما اخدها، اللي هي المفروض تفتح يعني. نجرب انا هون فودكا 06 رول 1، لاحظ ما فتحت. لهون انا شو ممكن اعمل؟ اذا عملت هون ls ls داش la، في عندي هون مثل ما ملاحظين يعني اذا دخلت على هاي النوت بكتبها انا هون notes dot txt، اضغط انتر ملاحظ فتح. اعطيني هون go to line note.txt unwritable. اوكي اوه فقدت الجلسة. طيب هلا برجع بس بفتح الجلسة عمل refresh تبون id تمام عمل lscd. بحتاج روح على الهوم، بعمل هون ls، بدخل على تاليس بعمل هون ls. عندي هون النوتس كنت انا بشوف يعني بس النوتس، فانا هون بحتاج اني روح على اليوزر بضغط انتر بعمل هون ls. بحتاج بعد اليوزر في عندي بحتاج روح على اللوكال بضغط انتر بعمل هون ls. طيب هون ls داش la في شي هون؟ هون فيني روح على اللاي؟ ما فيني، ما فيني روح على اليوزر، فبعمل cd. طيب هون بعمل يوزر، وهون بعد اليوزر راح اكتب local بعمل سلاش بعمل هون ls. طيب هون ls داش la في ملف عندي هون شير انكلود، خلوني ادخل على البن مبدئيا بعمل ls، هذا هو الباك اب. طيب اذا دخلت على الكات وكتبت هون باك اب دوت اس اتش بضغط انتر صار عندي لوج ليستنج فايل اندس تشيك. اوكي كريت ارشيف فايل نيم. طيب انا هون بالباك اب، فانا بس بروح هون اذا بتذكروا في عندي امر، هذا الامر اللي جبناه ونسخناه هون، فهذا الامر باخده انا بعمل هون كوبي وبضيفه هون هيك بهذا الشكل، بضغط انت هون كأنه ما جاب لي شيء. هون الاس اس داش الاي كلين هون مثل ما ملاحظين عندي كمان الباش دوت اس اتش اخذ الروت بيرميشن. خلوني هون جرب شغل الكات واعمل له هون باك اب دوت اس اتش، وبعدين عندي هون انا بكل بساطة يعني احتاج انشئ صفحة ثانية، وبهي الصفحة الثانية رح اكتب ار ال دبليو راب بعدين هون اتكات بعدين هون داش ال ان في بي بعدين هون 444. لهيك هون بس هي هون بس بعمل فراغ يعني بضغط انتر هون بتلاقي بعض طلب هي الكات دوت باك كات باك اب دوت اس اتش بضغط انتر. المفروض هون
اخذت هلا اذا ملاحظين هون عم نتنصت على، يعني هون قمنا ب تمرير طلب او يجينا طلب على هذا البورد 4 4 4، بس عندي ما يعني ما اجاني اي طلب. ليش ما اجاني اي طلب هون مع انه المشين نفسه يعني والاي بي نفسه عندي هاي؟ بس بخليها بس هون، خليها هي عندي هون، غير غير في عندي هون كرتون سيمدي سيمدي المفروض طالع لي الفولدرات محل ما يعني عم ندخل كنترول مبين اي شيء مهم. هلا عمليا نحن قمنا يعني باختراق السيرفر ودخلنا على السيرفر وجبنا اليوزر نيم وجبنا الهاش وفكينا الهاش يعني، بس كان بدي انه لاحظون كانت اكسس تي تي واي جوب كنترول تيرن ات اوف، تم اغلاق التي تي واي بسبب انه السيرفر يعني طف. المهم بالنهاية يعني اللي بدي اوضح لك اياه انه الروت موجود هون، يعني موجود الروت دوت تكست، فمجرد ما دخلت على الروت دوت تكست هون عملت ls بنلاحظ هذا هو الروت دوت تكست مثل ما ملاحظين. اذا كتبت هون كات وعملت انا هون روت بعدين هون دوت تكست ضغط انتر، هذا هو الفلاج الثاني. اخذنا الفلاج الاول وهذا هو الفلاج الثاني، وهيك نحن بنكون قدرنا نوصل على عندي هون بالجيت هاب اخذنا يعني الفلاجين، واللي هو هذا الفلاج الاول على هذا البوكس اللي هو الفلاج وينو رود دوت تكست ويزر دوت تكست. طبعا بهاي الطريقة يعني ممكن انك تقوم باختراق هذا البوكس او اختراق سيرفر توم كات. ولحد هون بينتهي شرحنا، وبتمنى يعني تكونوا استمتعتوا هيك بعد البوكس. بوكس كان يعني شوي صعب وشوي هيك في تحديات ويعني بالفعل يعني ممتع جدا اختراق هذا البوكس. بنصحك انك تقوم باختراقه هو وكل بوكس يعني بنقوم بتنزيله، هذا الشيء بيزيد من فرصك ب يعني تعلم الاختراق اكثر واكثر. ولحد ما ينتهي شرحنا وبشوفكم بشروحات تانية. سلام شباب.